واحد من اشهر الممثلين الكوميديين في تاريخ السينما كلها، مفيش فيلم ليه محققش ايرادات وكسر البوكس اوفيس تكسير. واحد من اهم الممثلين اللي شفنا افلامهم وفي اللي اتربى عليها حرفيا، جيم كاري، اللي على عكس شخصيته اللي بنشوفها في الافلام، الكوميدي المتفائل دايما، صاحب النكت الايقونيه، كل دي حاجات بتيجي على بالنا اول ما اسم جيم كاري بيتقال، لكن ورا كل ده في قصه حزينه ماساويه محدش يعرفها. جيم كاري صاحب الرياكشنز الغريبه جات له بسبب ايه؟ ليه اغلب علاقاته فشلت؟ من اول الطفوله الصعبه جيم كاري في الستينات والسبعينات كان الطفل الرابع في عيلته، امه كانت مغنيه فاشله طول حياتها، وابوه كان عازف بس اضطر ان هو يسيب هواياته وحلمه عشان يقدر يصرف على اسرته. جيم كاري بيقول ان عيلته كانت فقيره وامه كانت مريضه بالوسواس القهري، وكان دايما وهو طفل يسمع كلامها وهي بتقول انها هتموت قريب. جيم كاري كان عنده 7 سنين بس وهو بيسمع الكلام ده من امه، انها خلاص بتتعب كل فتره اكتر ومش قادره تتحمل. كان دايما جيم كاري عنده التخيل ده ان عيلته كلها ممكن تختفي من حياته، خصوصا امه وابوه، وده طبعا كان بسبب الكلام اللي بيسمعه، وصعب على طفل انه اصلا يستوعب الكلام ده وما ياثرش عليه. وهنا نقدر نقول ان القصه بدات. جيم كاري كان بيحاول ان هو يخفف على امه، بيحاول يخترع كوميديا او نكت عشان يضحكها. جيم كاري وهو صغير كان بيحس انه وحيد، بيقعد لوحده كتير، وهنا اتخلق عنده الابداع، بيحاول يخترع طرق جديده عشان بس يضحك امه. هو بنفسه قال انه كان بيرسم ويالف، وكان صديقه الوحيد هي مرايته، كان بيقضي ساعات قدامها، وفي الوقت ده ما كانش عارف اهميه التواصل الاجتماعي، انه كان لازم على الاقل يكون ليه اصحاب يخرج معاهم كل فتره. فقبل ما نتكلم عن قصه النجاح اللي انتهت بحاجه غريبه نقدر نسميها كابوس، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصله 5000 لايك. ورايكم بقى في درع اليوتيوب؟ انا مبسوط بيه قوي بصراحه. لو اول مره تشوفني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان مش دايما لما بنزل فيديو بيظهر للناس كلها. مع الوقت جيم كاري اكتشف انه بيضحك المدرسين بتوعه واصحابه لدرجه انه بدا يقدم فقره في مدرسته لمده 15 دقيقه، فقره تمثيليه، كان دايما بيقدر انه يضحك الناس اللي بتتفرج عليه، موهبه مش طبيعيه بتتولد. ولما بدا يخترع ردود الفعل وتعبير وشه الغريبه اللي بيعملها، قرر انه يبعتهم لاشهر عرض كوميدي تقريبا في الوقت ده، كارول بارنيت. بس وقتها بقى جيم كاري كان عنده 11 سنه بس، اكيد طبعا ما لقاش اي رد ولا اتبعت له انفيتيشن حتى. وهنا كانت التحديات بدات تصعب على عيله جيم كاري من الناحيه الماديه والصحيه. ابوه فقد بيته ووظيفته، كان لازم عيلته تسافر لاي مكان في العالم عشان يدوروا على شغل يقدروا يعيشوا بيه. بعد فترة أبوه اشتغل كحارس أمن، وكمان خلى أطفاله يشتغلوا كعمال نظافة بعد المدرسة. ما كانتش أحسن طفولة يعيشها جيم كاري، لأنه بيقول في مقابلاته إنه هو طفل كان بيكره الطريقة اللي العالم بيمشي بيها، والحاجة الوحيدة في حياته اللي كانت بتقاوم الكره والحقد اللي عنده كانت الكوميديا، الملجأ الوحيد اللي بينقذه كل مرة من نفسه ومن أفكاره اللي بتظهر له قبل ما ينام. في سن ال 15 سنة لأول مرة جيم كاري بيدخل المسرح في نادي محلي اسمه ياك ياك. أبوه بياخده معاه، ولكن هنا كانت اول صدمه جيم كاري بيشوفها في الكارير بتاعه اللي لسه ما بداش. جيم كاري مشى وساب فقرته اللي كلها عباره عن ارتجال ومش متحضر لها، الجمهور بيصفر عليه لدرجه ان كان في ناس بيشتموه. عيله جيم كاري كانت بدات تشوف ان ممكن ابنهم يكون سبب في اي دخل اضافي للعيله، ولكن للاسف فشل ذريع حصل. جيم كاري ساب المسرح والكوميديا كلها لانه كان في وسط معاناه امه مع المرض. علاقته مع ابوه ما كانتش سيئه لانه كان شايف ابوه مثل اعلى، شخصيته كانت مختلفه، في اي مكان يكون موجود فيه كانت الناس بتبقى مهتمة عايز يقول ايه ويتلفوا حواليه. الجانب المضيء في طفولة جيم كاري انه كان دايما حاسس ان هو مميز بين عيلته، ابوه وامه بيدعموه في كاريره وفي نفس الوقت اخواته بيشجعوه. في مقابلة ليه بيقول ان هو كان حاسس ان من كتر التشجيع والتحفيز من عيلته كان حاسس ان هو من كوكب تاني، كانوا كلهم مؤمنين بالموهبة اللي عنده وهو صغير. اخيرا بدأ وضع العيلة يتحسن لما ابوه لقى شغل في مصنع، شغل ثابت مستقر. جيم كون باند موسيقي باسم سبونز، كان حاجة جديدة في التسعينات مش موجودة قبل كده، زي الحاجة الجديدة اللي انتشرت عندنا في مصر الراب مثلا، وفجأة كده بقى أي حد بيسمعش راب فهو يعني بص مش روش. كانت موجة غريبة يعني، بس الحمد لله إن هي خلصت. بعد التخرج جيم اشتغل مع أبوه في المصنع، ولولا إنه كان راجع يقدم عروضه الكوميدية فكان غالبا هيكمل حياته كلها بيشتغل مع أبوه، لكن أبوه في الفترة دي كان هو الوحيد اللي فعلا بيشجعه وبيساعده إنه يبدأ كاريره، بيروح معاه كل النوادي اللي ممكن تقبل جيم كاري إنه يقدم فقراته وعروضه الكوميدية. وفي سنة 1979 أخيرا جيم كاري قرر يجرب حظه تاني في نفس النادي اللي اترفض واتشتم فيه من سنين، نادي ياك ياك. بس المرة دي على غير المتوقع، الجمهور كان مبسوط ومستمتع جدا بالفقرة. مع الوقت جيم كاري بقى نجم محلي، كل الناس بتيجي عشان تتفرج عليه. جيم كاري كان بيقدم نوع كوميدي مختلف معتمد على المبالغة في الوصف والتمثيل، وكان موهوب في كده. وبعد ما نجح في تورونتو انتقل للوس أنجلوس، وطبعا كان بيتقبل انه يقدم اي فقرة كوميدية. جيم كاري قرر يروح لهوليود ويبدأ حياته ومسيرته الفنية، وعلى عكس اغلب القصص اللي بدأت بفشل بعدين
النجاح فجيم كاري مختلف، لانه على طول بدا يحقق نجاح مش طبيعي. في 1984 اتصنف جيم كاري بانه افضل كوميدي ساخر من الشباب، زي الستاند اب كوميدي دلوقتي كده. جيم كاري بيقول في مقابله ليه انه على عكس ما الناس بتتوقع انه كان دايما بيضحك الناس، بس محدش يعرف عن المرات اللي فشل فيها حرفيا. مره كان بيقدم فقرته من كتر ما الناس كانوا متضايقين رموا عليه الكراسي وما سكتوش الا لما هو قال خلاص انا هنزل من على المسرح ومشي. في بدايه الثمانينات كان جيم كاري بيظهر في اغلب القنوات على التلفزيون، شهرته زادت وشعبيته بدات تظهر، الناس بداوا يعرفوه في الشوارع. وهنا اخيرا لقى بطوله لفيلم كوميدي، اول فيلم يشارك فيه وهو فيلم رابر فيس. المخرجين مع الوقت بداوا يتكلموا عن جيم عشان يكون موجود في افلامهم الجايه. في 1984 شارك جيم كاري في فيلم كيبرز فايندرز، وما كانش البطل، كان دوره صغير، بيظهر في كم مشهد بس. الفيلم كانت ردود الفعل عليه غريبه، محدش من اللي اتفرج فاهم، وتقييمات الفيلم على روتن توميتوز كانت 2/10. ووقتها كان روتن توميتوز بقى حاجه يعني تقيله، هو المرجع الاول لتقييمات الافلام والمسلسلات، غير دلوقتي بقى معتمد اكتر على البيزنس وحاجات تانية كتير يعني ملهاش علاقه بان الفيلم حلو اصلا او لا. كنت اتكلمت عن الموضوع ده وعن ليه النقاد بيقيموا الافلام بالطريقه دي، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن، ولو ما نسيتش يعني هحطه لكم هنا. 1986 جيم كاري بيشارك في فيلم من اخراج فرانسيس فورد كوبولا، بيجي سود جات ماريد، والفيلم نجح لان تقييماته كانت ايجابيه، الناس كانت مبسوطه منه، وخصوصا الدور اللي كان جيم كاري بيشارك فيه، عرضه كوميدي كده في مشهد، وكمان كان معاه نيكولاس كيج بالمناسبه. واخيرا جيم كاري بيتزوج من ميليسيا وومز، وبقوا في انتظار طفلتهم اللي جايه. جين كاري، جيم كاري يعني، حلو تنوع الاسماء برضو. بس ما كانتش افضل فتره في حياه جيم، لانه بعدها في اول التسعينات امه ماتت بسبب الشلل، وابوه مات بسبب الاكتئاب. كان بياخد انواع كتير من الادويه وصحته ما كانتش احسن حاجه. زوجته كانت بتحاول انها تساعده انه يسيب الادويه ويهتم بصحته الجسديه والنفسيه. بدا جيم يشارك في افلام، يحقق نجاحه لاول مره في هوليوود. في 1994 جيم كاري حلمه وحلم حياته اتحقق، لان دوره في فيلم كيبل بوي خلاه يحصل على اعلى اجر لممثل كوميدي في التاريخ، 20 مليون دولار، وده نقله من واحد كان عايش من غير بيت تقريبا للممثل الكوميدي صاحب اعلى اجر في العالم. ومع كل الافلام والنجاحات اللي حققها جيم كاري في مسيرته، الا ان العالم اتفاجئ. المقابله اللي عملها جيم كاري في نيويورك فاشن ويك تقريبا كانت في 2014، هنا جيم كاري كان حرفيا عباره عن راجل تاني، واحد بيقلل من اي حاجه حواليه لدرجه انه بيحتقر الناس اللي بتشارك في العرض ده. حرفيا كان بيقول ان مفيش حاجه حوالينا، انا مش حقيقي وانت مش حقيقيه، انتوا هنا بتحتفلوا بحاجه ملهاش اي معنى. وطبعا اتشهر بسبب الكلمة اللي قالها I am not exist. You know, there's no meaning to any of this. Celebrate. I mean, you gotta admit it's completely meaningless. They say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons. In Boy, icons? That is just the absolute lowest aiming, you know. I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. On the good foot! Ha! You shut it down now. فايه اللي حصل في كل السنين المفروض انها مليانه بنجاحات وشعبيه مش طبيعيه، حاجه وصلت جيم كاري للراجل اللي عليه دلوقتي، من نجاح الى يعني حاجه مش لاقي لها وصف بصراحه، الاندثار، التحول لمهمش، مفيش حد بيتكلم عنه زي زمان. ده يخلينا نرجع لمقابله عملها جيم كاري كانت مدتها ساعه كامله، بيتكلم فيها عن فترات اكتئابه اللي كان بياخد فيها بروزاك، زي عمنا توني سوبرانو كده. بيعترف جيم انه كان مكتئب من قبل ما يحقق شهره في العالم كله، دايما المشاهير اللي بنشوفهم بيحققوا فجاه نجاحات كبيره هم في الاصل من عيلة فقيرة، التحول اللي بيحصل في حياتهم بيكون مفاجئ، بيأثر عليهم نفسيا مع الوقت، لأنه فجأة بقى بيتحط في مواقف هو عمره ما كان يتخيل يكون فيها، بيقابل ناس مهمة هو كان بيشوفهم على التلفزيون. جيم بيحكي إنه كان بيكون في عز فترة اكتئابه، إلا إنه كان بيطلب منه يظهر في البرامج، وهو اللي كان بيقبل تلقائيا لأنه كان مبسوط بالشهرة والاهتمام، بس مع الوقت كان بيلاقي نفس الجمل بتتقال له، الناس بتعامله إن هو مهرج، ويمكن ده سبب إن هو بعد كده اتحول لشخص بقى حرفيا مفيش حد فاهمه. قبل 3 سنين من مقابلة جيم كاري الغريبة في نيويورك فاشن ويك كان خبر وفاة صديقته كاثرين اللي كانت علاقتهم غريبة، حتى بعد ما ماتت تفاصيل كتير الناس مش فاهماها، لانها في ملاحظاتها كانت بتقول ان جيم كاري هو اللي عرفها على طريق المخدرات والكوكايين وكل الامراض اللي جات لها كان هو سبب فيها. بس ما حدش عرف الحقيقة. لما تركز في اخر 10 سنين المقابلات اللي جيم كاري بيشارك فيها، مش بس هتحس انه مكتئب، لا هو في حاجة غريبة، يا اما عارف حاجة الناس مش عارفاها او مخبي اسرار، المهم انك مش عارف تثق فيه او تصدق كلامه. ولو رجعنا شوية بالزمن وتحديدا ل 2005 هنشوف جيم كاري وجيني ماكارثي اللي كانت ليدر لحركه مكافحه لقاحات الامراض في امريكا، كانت بتكتب مقالات عن ان الفاكسين ده كان بيسبب التوحد للاطفال. وبعد ما انفصلوا عن بعض في البرنامج، جيم كاري قرر ان هو يكمل في كلامه عن فكره المؤامره، اتهم حاكم كاليفورنيا انه بيسمم الاطفال، ودي كانت البدايه اللي خلت اسم جيم كاري شويه يبدا يتربط اسمه بالالوميناتي او الماسونيين. بس لحد 2014 والمقابله الغريبه اللي بنشوفه فيها مع جيمي كمان.
Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know, Jimmy Fallon doesn't know, David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. الفكرة ان في ناس كتير ما خدتش كلام جيم كاري كأنه هزار، لان الموضوع ده لحد النهاردة وراء اسرار وكلام كتير، بس فكرة ان الكلام ده طالع من جيم كاري نفسه الممثل الكوميدي اللي دايما بيضحك الناس، دي كانت غريبة شوية بصراحة. الغريب اكتر بقى انه في نفس السنة بينزل فيلمه الجديد دم اند دمبر الجزء الثاني، فكده معنى الكلام اللي هو قاله في المقابلة كان حرفيا عبارة عن عبث، مجرد بروباجندا بيعملها عشان الناس ترجع تتكلم عنه تاني وتكون حملة دعائية بطريقة غير مباشرة لفيلمه الجديد. الفكرة ان ردود فعل الناس على المقابلة اللي عملها جيم كاري كانت كلها تقريبا ايجابية، اخيرا حد عنده الشجاعة يظهر على التلفزيون ويقول الكلام اللي كله بيخاف يقرب منه. جيم كاري قالها باسلوب كوميدي في نفس الوقت عشان الناس تفهمه، تفهم انه بيتكلم بجد مش بيقول نكت. بس بعدها بنشوف جيم كاري بيظهر في مقابلة تانية في 2017 برضه بيتكلم عن مواضيع غريبة. حقيقة كلام جيم كاري اللي بيقوله في المقابلات بتاعته، فكرة المؤامرة، فكرة ان في ناس بتتحكم في العالم، انا شايفها بصراحة كلها نظريات لحد دلوقتي. محدش اكتشف دليل حقيقي بيأكد الكلام ده، ممكن يكون صح كمان عادي، بس برضو لو بصيت لحياة جيم كاري اللي كان من عيلة فقيرة فجأة بقى نجم هوليود، النجم الكوميدي الأعلى أجرا في العالم، بيلاقي نفسه داخل العالم مليان مصايب، بيدوفايلز على مخدرات على اكتئاب على واحد بيحب البنات اللي تحت 25 سنة هو داخل على 50، حاجات غريبة بتحصل في عالم هوليود صراحة. الكلام اللي جيم كاري ده كان بدأ يقوله كان بيتكلم فيه في بداية 2010 مع بداية فترة الاختفاء التدريجي لشعبية جيم كاري، أفلامه بقت مكررة عكس زمان كانت حرفيا بتنزل لو جيم كاري بس على البوستر خلاص كده انت بتدخل السينما ضامن 100% انك هتضحك لحد ما تجيب اخرك. يمكن جيم كاري كان بيهزر طول الوقت وهو نفسه مش مؤمن بالنظرية المؤامرة اللي بيتكلم عليها، بيعمل كده عشان بس يجذب الناس حواليه، يكون بيساعد افلامه الجديدة ان هي ترجع تاني تتشاف والناس تدخل تتفرج عليه، لانه اخر كام سنة مفيش فيلم واحد بس حقق جزء من النجاح اللي كان بيحققه زمان. لحد دلوقتي جيم كاري بيظهر في مقابلات عشوائية ولازم يقول كلام غريب محدش يفهمه، يحسسك ان في حاجة بتحصل انت مش فاهمها، وبعدين تلاقي راجع ان هو يصور فيلم او مسلسل عادي جدا. وفي مشاهير تانيين كتير كانوا من عيلة فقيرة واتشهروا زي بن افليك ودانيال رادكليف وغيرهم، فانا حقيقي مش عارف هل فعلا جيم كاري بيحاول يبعت رسائل ولا كل ده مجرد شو. قولوا لي ارائكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش، ولو حابين الفكره دي من الفيديوهات برضو لازم تقولوا لي. شكرا انك اتفرجت على الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. لو حابب ان انت تشوفني تاني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنب. انا علي اسماعيل نونز موفي هاسلر، موجود على انستجرام، بنزل هناك ريلز كل يوم تقريبا، برشح افلام ومسلسلات، فلو مهتم اعمل لي فولو. دلوقتي في ممبرشيب في القناه تقدر تشترك لو حابب ان انت تدعم القناه ماديا، هتشوف حاجات حصريه وما وراء الكواليس، ولو عندك افكار عايزنا نتكلم عنها الفيديو الجاي قولها لي برضه. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير، سلام.